وكما واضح امامكم مشاهدينا الكوكب ملتهب، الحراره في كل مكان، الانبعاثات الكربونيه. يا سلام عليكم انتوا بتوع الاخبار، عليكم شويه حالات، يعني الجو حلو قوي ولا ملتهب ولا حاجه. يا نوال هاتي العصير من الثلاجه. ماني توكس. رغم ان دول العالم كل سنه بتعمل مؤتمرات لانقاذ الكوكب، لكن دايما بتطاردنا اخبار عن الاحتباس الحراري وحرائق الغابات. طب ازاي؟ وايه هو اتفاق باريس اللي كل شويه نسمع عنه؟ الموضوع ببساطه هو ان مخلفات المصانع وعوادم السيارات وغيرها من اشكال الانبعاثات الكربونيه بترفع حراره الارض بشكل تدريجي، وصاحبنا ده قاعد ولا على باله. يعني تبقى حران في عز الشتاء والقطب الشمالي بيسيح، وفي الصيف تلاقي سيول وعواصف، وده بقى تغير المناخ اللي قالب الدنيا. سنه 1995 الأمم المتحدة عملت أول مؤتمر للمناخ علشان تحذر وتقول درجة حرارة الأرض في خطر. المؤتمر وقتها اتعمل في ألمانيا وبقى بيتنظم كل سنة لكن من غير أي حلول واضحة، لحد ما وصلنا ل 2015 والمؤتمر اتعمل في باريس، وهنا فرنسا قالت لا المؤتمر يبقى عندي وما قدمش حلول، علشان كده عملت اتفاق باريس للمناخ اللي هدفه الحد من زيادة حرارة العالم في هذا القرن لدرجتين بس، وقالوا خلينا نحاول يعني الزيادة تبقى درجة ونص. وانضم للاتفاق ده 194 دولة لمواجهة تغير المناخ وأثاره السلبية، وكل 5 سنين كل دولة بتقدم خطة للتقليل من الاحتباس الحراري، والاتفاق ده بيلزم دول العالم إنها تخفض انبعاثاتها وتساعد الدول النامية في مواجهة تغير المناخ. ومن 2015 لحد دلوقتي العالم ماشي على خطى ثابتة لإنقاذ الكوكب، وده يمكن شفناه في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ السنة اللي فاتت، وكمان هنشوفه في الإمارات السنة دي في COP28 اللي خلاله ولأول مرة العالم هيعمل مراجعة لكل اللي اتحقق من اتفاق باريس لحد دلوقتي. وانت بقى لو عندك اي سؤال بخصوص تغير المناخ او COP28 اسألني في التعليقات وانا هرد عليك.